تحت رعاية المطران ماسيس زوبويان أقيم في نادي الشبيبة السورية الثقافي في كنيسة السيدة العذراء للأرمن الأرثوذكس لقاء ثقافيا شهد تقديم كتاب تحت اسم حل مع عدالة يناقش موضوع الإبادة الأرمنية ويقدم الرؤى المناسبة لها ويتحدث عن معاناة الأرمن وحقوقهم حيث جمع اللقاء مختلف الأطياف في مدينة حلب. الأرمن عاشوا المجازر وبعد المجازر وصلوا على سوريا وانتشروا في كل العالم واليوم عم بيدافعوا كمان عن حقوقهم. هذا اللقاء وهذا الكتاب بيحكي عن تاريخ الأرمن عن الوجود الأرمني. غاية من هذا الكتاب هو مساعدة أعضاء المجتمع المدني المهتمين بهذا الموضوع والحكومات الراغبة بدعم القضية الأرمنية لإيجاد حلول تتوافق مع معطيات السياسة والقانون الدولي. نحن نطالب بالاعتراف بهذه الإبادة بحسب القوانين الدولية وبالتعويض عن كل هذه الخسائر التي ألحقت لنا. فنحن نشكر مجلس الشعب السوري الذي اعترف أيضا بالإبادة الأرمنية. هي مشاركة وجدانية وقانونية وشرعية مع إخوتنا الأرمن من أجل نصرة قضيتهم التي غدت قضية عدالة وقضية حق. نحن كنسيج سوري كشعب سوري أخوة مسيحيين وأخوة الأرمن والمسلمين وكل الأديان نعتبر أن الأخوة الأرمن ليسوا عابري سبيل في سوريا وإنما هم أصحاب الأرض مثلنا. المشاركون في اللقاء الثقافي عبروا عن تمسكهم بحقوق الأرمن معتبرين أن هذه القضية أصبحت قضية إنسانية في رسالة للعالم تعبر عن تماسك الشعب السوري في وجه مختلف أنواع الإرهاب. للإخبارية السورية مصطفى كوسى، حلب.